طيب الله وقاتكم بكل الخير. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. مرحبا كمال. أهلا بك رغدة، والبداية بأبرز العناوين. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 شهيدا وأكثر من 22,000 مصاب. الاحتلال يعلن مقتل 15 جنديا في شمال غزة، ونتنياهو يقر بتكبد جيشه خسائر كبيرة خلال العمليات البرية الأخيرة في القطاع. وصول الدفعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة عبر معبر رفح، ومستشفى العريش المصري يبدأ في استقبال الجرحى الفلسطينيين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيد. نعم، وقالت الوزارة أيضا إن أعداد المصابين ارتفعت إلى 22,219 شخصا، بالإضافة إلى وجود 2030 بلاغا من مفقودين أو عن مفقودين تحت الأنقاض، بينهم 1,120 طفلا. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. نعم، وأفادت مراسلتنا بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفلوجة بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، وسط تخوفات من ارتقاء المزيد كون المخيم يكتظ بمئات النازحين. من جانبها قالت الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة ثانية في جباليا بقصفه مربعا سكنيا كاملا في الفلوجة. وقد أدى القصف الإسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات في قطاع غزة إلى استشهاد وإصابة المئات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. من جانبهم أكد الأطباء الفلسطينيون اكتظاظ المستشفيات بمئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، بينما لا يزال رجال الدفاع المدني يبحثون عن المفقودين تحت ركام. مربع كامل تم إبادته. الموت يفوح من كل زاوية هنا في غزة، حيث لا ملاذ آمنا من هجمات الاحتلال ولا مفر للاحتماء والأمان في ظل غياب الامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان. مع غروب آخر يوم من شهر أكتوبر المنقضي، قرر العدوان الإسرائيلي أن يختتمه بقصف مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لما أكده مدير المستشفى الإندونيسي الواقع بالقرب من المخيم، فيما أكد الأطباء اكتظاظ المستشفيات بمئات الجرحى والشهداء معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. الانفجار الكبير اللي هز كل معسكر جباليا، مئات الجرحى ومئات الشهداء في بيوت آمنين، في بيوت تم قصفهم جميعا، في بيوتهم آمنين، أطفال كلهم شهداء، أطفال وشيوخ ونساء. انفجار هز كل جباليا، زلزال طمر المنازل تحت الأرض، هكذا وصف الناجون من سكان المخيم القصف الإسرائيلي الذي دمر ما يزيد على 20 منزلا على رؤوس ساكنيها. جيت أنا نازح على منطقة انصراط، جيت سكنت في شقة صديقي لهان وأختي ساكنة انصراط، وكنت ماخذ عيال ورايح زيارة عند أختي، ما بندري إلا أصحابي بتصل علي بيقولوا انضربت العمارة، فجينا نشيك بس عشان تكون سايب اغراضي هان، جاي افقد نشوف الناس اللي كانت هان كنا شايفين. الله يرحم اللي مات، الله يشفي اللي ما جري، بعوض الله. لم تمر ساعات قليلة حتى قصف الاحتلال مخيما آخر للاجئين، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن العشرات تحت أنقاض المباني السكنية.
عدوان غاشم وقصف إسرائيلي متواصل في ظل رفض مؤشر الشهداء والجرحى والمفقودين تغيير اتجاهه التصاعدي، ما أرهق القطاع الصحي الفلسطيني الذي يعمل بأدنى الموارد وأقل الأدوات، فيما لم تعد سيارات الإسعاف التي تعمل على مدار الساعة قادرة على نقل تلك الأعداد الغفيرة من الشهداء والجرحى. قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه فزع بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة. ودعا بوريل إلى احترام القواعد الدولية للحرب بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة أونتاريو الكندية البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. سيد مايكل، أهلا بك بالتأكيد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وكيف تابعت في البداية القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في شمالي قطاع غزة بستة قنابل زنت ستة أطنان من المتفجرات، ما أودى بكل هذا العدد من الضحايا والمصابين؟ هذا يأتي جزء كبير من وسط القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل. نحن في حاجة أن نتفهم الأسس الأساسية للقواعد القانون الدولي والقواعد واللوائح المنظمة لهذه الصراعات، فإن أي مؤسسة عسكرية لابد أن تفرق بشكل كبير بين المدنيين والمقاتلين. هذا هو الأساس في البداية، لابد أن تضع في هذا الاعتبار هذه المبادئ. لابد أن نضع في الحسبان أيضا مسألة النسبية، لأن هناك كثير من القوانين العسكرية التي تنظم هذه الصراعات. أن الضرب العنيف دون تفرقة يؤدي إلى مزيد من الخسائر والإصابات، وهو أمرا نعتبره تهورا كبيرا، ويأتي انتهاكا للقانون الدولي، ويؤدي إلى جرائم حرب ضد البشرية. ولهذا لقد رأينا هذا الاستمرار في العنف من جانب التصرفات الإسرائيلية. لابد أن نتذكر في البداية أن هناك كثير من التقارير بشأن القصف الإسرائيلي الموجه لغزة منذ عام 2008 وعام 2014 و2018، وبعد ذلك فإن الأمم المتحدة أصدرت هذه التقارير في كل من هذه الضربات وهذه الهجمات على غزة، وذكرت أن إسرائيل وحماس أيضا ارتهكوا جرائم حرب ضد البشرية، ولابد أن يتم التحقيق في هذه الأمور، ولكن لم يتم ذلك بالشكل الملائم. هناك الكثير من الإجراءات، وهذا يؤدي إلى مزيد من الحصانات التي يمكن أن تتخطى العقوبات. نعم بروفيسور مايكل، أنت يعني أشرت إلى القانون الدولي في معرض حديثك الآن، أين موقف القانون الدولي من هكذا مجازر التي تحدث في قطاع غزة؟ نعم، لقد ذكرت المذابح في غزة. هناك قضايا كبيرة بشأن المذابح التي ترتكب في غزة من جانب إسرائيل فيما يتعلق بصراعها ضد غزة. اليوم وفي الصباح كانت النائب العام والمحامي العام من المحكمة الجنائية الدولية ذكر خلال لقاء أنه ربما يكون هناك تحقيقات تجرى ضد إسرائيل بسبب هذه الانتهاكات بارتكاب المذابح في غزة. المذابح بشكل حرفي تأتي انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة فيينا أيضا، هذا انتهاكا صارخا لهذه المعاهدات والقوانين، ولابد أن يكون هناك قطع
تقارير دولية بشأن هذه المذابح. ربما يكون هذه إحدى المجالات التي يتناولها المحامي العام في تحقيقاته، وليس فقط العمل على أحد الأطراف، ولكن ده الأمر يتجنب ويشمل أيضا إسرائيل وحماس وأيضا كل المذابح التي ترتكب في هذه الصراعات. أود أن أشرح الأمر بشكل مفصل أكثر. في البداية هناك كثير من التصرفات المعينة التي تشمل القتل والإضرار والتعذيب أيضا بشأن هذه الظروف التي تعادي المواطنين، وثانيا مسألة المحاولات الإجراء من جانب القادة العسكريين لإسرائيل أيضا في كثير من الوحدات العسكرية التي تحاول استغلال المواطنين من خلال هذه التصرفات العنيفة من هذا القصف. وأيضا لابد أن يكون هناك كثير من التعليقات بشأن هذا الأمر. أيضا المؤسسة العسكرية والسياسية لإسرائيل خلال الأربعة أسابيع الماضية قد ارتكبت الكثير من المخالفات في غزة، وهذا أجبر على نزوح الملايين من غزة إلى مناطق مختلفة والتي فيها يعانون الكثير من تبعات الأزمات الإنسانية، مما يدفعهم باتجاه شبه جزيرة سيناء. وهذا ما حاول فعله الكثير من الوطنيين. هذه تداعيات كبيرة وخطيرة يمكن أن نحقق فيها، وكذلك من خلال مساعدة المخابرات العسكرية وعدد من الجهات الاستخبارات المختلفة، وربما يتم دعوة الوصول إلى المساعدات وإيصال المساعدات الأخرى إلى فلسطين إلى غزة. نعم بروفيسور مايكل، وأنت نبقى أيضا في جزئية حقوق الإنسان، وأنت كنت مقررا للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني. بعيدا عن قصف المشافي الذي تابعناه في الفترة الماضية، بعيدا عن قصف الكنائس أو المساجد ودور العبادة في قطاع غزة الذي تابعناه أيضا في الفترة الماضية، لكن كيف ترى حرمان حتى المشافي الفلسطينية من أبسط مقومات الخدمة التي تقدم للمصابين؟ لا يمكن أن أخبركم أكثر مما تعلمون بهذا الشأن، أن تدمير المستشفيات ودور العبادة سواء بشكل متهور أو بشكل متعمد، ولا سيما المستشفيات، أمر ممنوع تماما وفقا للقانون الدولي، وهذا أمرا محرما. وحتى الأمر يتعلق بالممتلكات الشخصية للمدنيين ودور العبادة أمرا محرما دوليا من جانب القانون الدولي، بداية من المواطنين، وقطع سلاسل الإمداد وخطوط الإمداد أيضا أمر محرم ومجرم. فبالتالي حرمانهم من الوقود والغذاء والمياه والكهرباء أو الخدمات الطبية أمرا محرما، مثل إيصال المساعدات الدوائية أيضا أمر محرم ولا يوافق عليه القانون الدولي أو معاهدة فيينا. ولابد أن يكون هذا ضمن الاستراتيجيات العسكرية لضمان عدم العقوبة الجماعية ضد المواطنين في غزة، لأن هذا يؤدي إلى مزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية. ولقد رأينا كيف أن المواطنون يسعون إلى هجر غزة. نعم، إذا كان مجلس الأمن، وأنا أستدعي هنا يعني خبرتك الأممية الكبيرة بالتأكيد، إذا كان مجلس الأمن الدولي يعني مكبل بالتأكيد بحق النقد، الفيتو الذي تم يعني عرضه في أمور أو فرضه في أمور كثيرة من أجل وقف إطلاق النار، وهذا الأمر يعني تابعناه بالتأكيد، بخبرتك الأممية ما السبيل من أجل يعني الضغط لإيقاف إطلاق النار حتى ولو بوسائل إنسانية من أجل الوصول إلى أمور إنسانية في داخل قطاع غزة أو بدواعي إنسانية؟ لأن رأينا الكثير من الدعوات المنتشرة من كثير من القادة حول العالم للوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا ما عبرت عنه مؤخرا في يوم الجمعة من خلال أحد اللقاءات في مع مسؤولين من الأمم المتحدة التي دعونا إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، ولكن تم تجاهل هذه الدعوات. ولقد رأينا أن الجامعة العامة للأمم المتحدة تناول هذه الموضوعات ورفض مجلس الأمن من خلال الفيتو لاتخاذ الخطوات من أجل تحقيق وقف إطلاق النار الفوري.
الأمم المتحدة والولايات المتحدة لديها الرغبة في أن تعطي إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية من أجل ممارسة الضغط لأن يكون هناك وقف لإطلاق النار من خلال إزالة كافة العقبات وأيضا مساعدتها في إزالة حماس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الضغوط الدولية وأيضا من أجل لعب الدور اللازم من أجل حماية المدنيين من استخدامهم كدروع بشرية. وما أتمنى وأتطلع إليه من أن يكون هناك قرار إضافي أقوى بكثير من الجمعية العامة أو مجلس الأمن الذي يزيد من الضغط على الأمم المتحدة من أجل السماح بقرار لوقف إطلاق النار من أجل أن يكون هناك قدرة على إيصال المساعدات الإنسانية وتفويض بإنهاء هذا النزاع، لأن قتل المئات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين أمرا مؤسفا للغاية لأنه تضمن آلاف من الأطفال، ولا يوجد أي حلول عسكرية في هذا الأمر لا من أجل الوصول إلى السلام والعدالة بين إسرائيل والفلسطين. لابد أن يكون المساعي سياسية ودبلوماسية في المقام الأول، ولكن في البداية لابد من تحقيق وقف إطلاق فوري بناء على قواعد وقوانين المنظمة للقانون الدولي لأن يكون هناك حق الرفاهية والسلام والأمان للفلسطينيين. سؤال الأخير بروفيسور مايكل، اليونيسيف يعني وصفت الوضع في قطاع غزة بأنه مقبرة للأطفال، لأنه يعني حتى هذه اللحظة وصلنا إلى أكثر من 3000 طفل لقوا حتفهم في داخل قطاع غزة. إذا كانت إسرائيل لا تعترف من الأساس بالمحكمة الجنائية الدولية، فما السبيل من أجل فرض الرأي العام الدولي عليها؟ نعم هذا صحيح، إن التقرير من جانب اليونيسيف وعدد من المنظمات المجتمع المدني أيضا أشارت إلى الكثير من القتل في صفوف الأطفال. الكثير من الأطفال قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في هذا النزاع في غزة، وقتلوا أيضا بسبب كثير من الأزمات الإنسانية، وقد قتل عدد هائل مقارنة بالسنوات الماضية. القانون الدولي بنفسه لن ينهي هذا النزاع، ولكن نحن في حاجة إلى النظام الدولي بالطبع، بالإضافة إلى الصمود الدولي، أن يكون هناك مزيد من المظاهرات والاحتجاجات ومزيد من فرض الرأي العام والرأي الدولي على إسرائيل وعلى حماس، أيضا من أجل تحقيق الهدف المرغوب من خلال الإرادة من جانب العالم أجمع. الأمر يمكن أن نحققه بدون أن يكون هناك مزيد من القتل للأطفال أو النساء أو المدنيين. لابد أن تكون هناك مصداقية سياسية وإرادة سياسية وأيضا للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذا الصراع في غزة. جزيل الشكر البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كنت معي من أونتاريو في كندا. أفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال يلقي منشورات تحذيرية لسكان قطاع غزة. نعم، وتضمنت المنشورات تهديدا لأهالي القطاع بأن لحظة اجتياح غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية باتت وشيكة، ويرفض المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة الاستجابة لذلك النوع من المنشورات التي دأبت طائرات الاحتلال على إلقائها على شمالي ووسط قطاع غزة، والتي تدعو السكان إلى النزوح من الشمال إلى الجنوب. أعلنت فصائل فلسطينية القضاء على قوة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون واستهداف جرافة وآلية كانتا تؤمن القوة. أضافت أيضا أنها دمرت عددا من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة، مشيرة إلى أنها تخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمالي غرب غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولاتها للتوغل بريا بشكل أكبر في غزة بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه وخلق منطقة أمنية أكثر اتساعا تعزل غزة عن سائر الأراضي المحتلة. نعم، ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي وسائل متعددة لإخلاء شمال غزة من السكان، حيث يواجه مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.
يحاول جيش الاحتلال التقدم في مناطق عدة شمال قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تكرار دعوته لأكثر من 1,100,000 من سكان المناطق الشمالية في القطاع للتوجه جنوبا برسائل ترهيبية تارة، وبالعدوان وقصف المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء تارة أخرى. السلطات في غزة قالت إن دبابات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي التي تلقى مقاومة مستميتة من الفصائل الفلسطينية تتوغل براً، حيث عسكرت في منطقة الكرامة بشارع صلاح الدين المحوري الممتد من أقصى شمال القطاع إلى جنوبه. دخلت قوات الاحتلال القطاع من عدة محاور مروراً بمناطق زراعية ومفتوحة توصف بأنها خواصر رخوة للقطاع، لتنفيذ قصف وحشي وحزام ناري غير مسبوقين من البر والبحر والجو، وغاية ذلك الوصول إلى الشاطئ من منتصف مدينة غزة، وبالتحديد إلى شارع الرشيد الموازي للساحل، لتتمكن من فصل شمال القطاع عن جنوبه بعد سيطرتها على شارع صلاح الدين. وكلا الشارعين يربطان جميع مدن غزة ببعضها، واختارت قوات الاحتلال الخط الساحلي بهدف الحصول على الدعم العسكري البحري إلى جانب استمرار القصف البري والاستهداف الجوي لمناطق شمال القطاع، حتى وصلت إلى مشارف مدينة غزة، أي عند المناطق السكنية في الشرق متقدمة من بيت حانون في الشمال الشرقي إلى جانب توغل آخر من بيت لهية في الشمال الغربي، وثالث من الجبهة الشرقية قرب وادي غزة، إلى أن وصلت إلى الشارع رقم 10 الواصل بين شارع البحر غرب مدينة غزة ومنطقة الكرامة شرقها. ولا تزال قوات الاحتلال تدفع سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة، لكن سلطاته قالت إنه لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك، سعية إلى خلق منطقة أمنية في الشمال والشمال الشرقي لزيادة مساحة غلاف القطاع ومزيد من العزلة لغزة عن سائر الأراضي المحتلة. هذا وترصد القاهرة الإخبارية حجم المعاناة داخل مستشفى القدس الواقع في تل الهوى داخل قطاع غزة بعد تلقيه العديد من التهديدات من قبل الاحتلال لإخلائه. وارتقت مراسلتنا مع مواطنة فلسطينية تمكنت من الخروج من المستشفى كي تروي هذه المعاناة. مشاهدينا الكرام، منذ بداية هذه الحرب العديد من التهديدات وجهت لمستشفيات قطاع غزة بالاستهداف. من أبرز هذه المستشفيات وأبرز ما سمعنا عنها من قصص هي ما جرى مع مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي يعني يقع في منطقة تل الهوى. هذا المستشفى الذي تم توجيه تهديدات عديدة له بضرورة الإخلاء، ولكن الإدارة رفضت إخلاؤه. أكثر من 14 ألف نازح في المستشفى بالإضافة إلى المرضى. عملياً هؤلاء رفضوا جميعاً أن يخرجوا، لكن بعد ضغط شديد خرج بعضهم ومعه الكثير والعديد من القصص. سوف نحاول أن نتعرف على واقع النازحين في مستشفى القدس في تل الهوى الذين تمكنوا من الخروج. معي ناهد أبو هربيد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. عمليا كانت تجربة صعبة، لم تذهبوا إلى المستشفى كنازحين بإرادتكم، ولكن كان هناك أوضاع استثنائية. يعني احكي لي شو اللي صار. يعني نحن كنا في بيوتنا في منطقة تل الهوى عايشين حالنا زي حال كل أهالي سكان قطاع غزة، بنسمع القصف المتواصل والغارات الإسرائيلية، وقاعدين في بيوتنا عادي. يعني فجأة المخابرات الإسرائيلية صارت تتصل علينا على البيوت على تلفوناتنا إنه فورا اخلوا بيوتكم لأنها راح تتعرض للاستهداف، لأنه نحن بطبيعة الحال منطقة تل الهوى هي قريبة للبحر، إذا ما طلعتوا من البيوت رح نقصفها على رؤوسكم. فكان طبعا البيت اللي نحن موجودين فيه كان أكثر من 120 شخص في هذا البيت. كان طبعا إحنا كنا مستقبلين ناس في البيت، نازحين طبعا إجوا عنا، لأنه طبيعة الحال منطقة تل الهوى هي من أجمل المناطق في قطاع غزة المطلة على البحر. كان مستبعد أنه يتم استهداف هاي المنطقة نظرا لموقعها الحساس.
إلا أنه توالت الاتصالات الإسرائيلية علينا بإخلاء المنزل ومنازل المحيطة فينا. صارت الطيارات تطلق صواريخ استطلاع على البيوت بشكل عشوائي، هاي صواريخ التحذيرية أنه اطلعوا من المنطقة. كانت الساعة 11 بالليل طلعنا من البيوت، توجهنا للمستشفى القدس القريبة لإلنا، أقرب مستشفى. طبعا إحنا كنا نسمع أنه في أعداد كبيرة نازحين موجودين في المستشفى، كان ما يقارب أكثر من 13,000 نازح. مجرد وصولنا يعني كان يعني زي ما قلت لك كان أكثر من 120 شخص بين أطفال ونساء ومرضى. فهرعنا للمستشفى، انصدمنا بالأعداد الكبيرة، الأعداد الكبيرة فوق ما تتخيلي. بندخل هون ما بنلاقي مكان، بندخل هون ما بنلاقي مكان، صرنا نخبط على الناس وهي نايمة بالممرات، ما لقينا لقلنا مكان، نمنا وإحنا واقفين. قعدنا أكثر من أسبوع ونحن موجودين محاصرين في مستشفى الهلال، لا عارفين نطلع ولا عارفين ننزل. التهديدات الإسرائيلية المتواصلة كانت على المستشفى، طبعا بتثير الرعب والخوف لدى الأطفال والنساء لأنه الأعداد كانت تتزايد أكثر وأكثر. يعني كان يجي يهدينا رئيس المستشفى يقولنا ما تخافوا، هاي تهديدات إسرائيلية، إنه البس اللي بث الرعب والخوف للناس بين الناس إنكم تطلعوا وتجلوا قطاع غزة، إحنا لازم نضلنا صامدين وواقفين وثابتين وما نخضع لأي تهديدات إسرائيلية. إلا إنه فعلا تم قصف مستشفى القدس ونحن موجودين في المستشفى، تم قصف الجزء الجانبي من قسم الأشعة. طبعا أنت ما مش متخيلة، نحن كنا في الطابق السادس، النار دخلت علينا والإزاز كله وقع علينا، ويعني متخيلة أنه قديش في أعداد ناس، الكل يصرخ، الكل يهرب، الكل مش عارفين وين نروح، الكل صار يتشاهد على حاله، أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه فعلا صار الوقت أنه خلص إحنا اليهود بده يعملوا فينا مثل ما صار في مستشفى المعمداني. فالخوف أنه الموجودين، الناس الموجودة النازحة، الناس النازحة اللي هناك مش عارفين وين يروحوا، ما لهم مش مأوى، اللي بيوتهم تهدمت، اللي ما معهم فلوس، اللي ما معهم أكل، ما فيش أكل هناك، متنا احنا هناك متنا من العطش، ما كانش في مية، الناس وصلت فيها الحال تشرب من مية الحمامات، ما في مية تشرب الناس هناك، الأطفال تصرخ بدها تاكل، الأطفال الصغار الرضع بدهم حليب، بدهم بامبرز، ما في. صار الوضع يعني كانت هناك اكتشفنا هناك في أمراض الجدري انتشر بشكل مش طبيعي بين الأطفال، الوضع كارثي هناك بالمستشفى. احنا خرجنا بعجوبة، خرجنا والصواريخ فوق راسنا، تواصلنا مع كل المسؤولين اساس انه يطلعونا ينقلونا على مكان امن. للاسف كانت الدبابات الاسرائيليه مسكره كل قطاع وادي غزه، يعني احنا طلعنا والقصف فوق روسنا وما بنعرف المصير الناس النازحين المتواجدين حتى اللحظه في المستشفى الهلال ومستشفى القدس. يعني الوضع كارثي ومأساوي، وقد ما اقول لك وقد ما اوصف لك مش حوصف لك قديش حجم الكارثة وحجم المصيبة اللي الناس عايشة فيها، مش قادر يعني تعجز عن الوصف. طب ناهد، عمليا يعني نعلم بأنه لا توجد مواد أساسية غذائية، لا يوجد خبز كما أشرتي، لا يوجد حليب، لا يوجد شيء، يعني ماذا كنتوا تفعلون، ويعني ما الذي كانت تقدمه جمعية الهلال الأحمر بما أمكنها من يعني من إمكانيات موجودة في مستودعاتها إلى حين أن تم استهداف هذه المستودعات؟ نعم، يعني الأعداد الكبيرة المأهولة في المستشفى، يعني كانت تقدم التمر، يعني تصبير الأطفال، يعني إنه حيعطي من نظرهم إنه بعطي طاقة، بسكوت الصغير للأطفال، ما فيش أكل للكبار، ما في أي شيء، ما فيش أكل نهائيا، ولا مية ولا شرب. يعني إحنا مش قادرين كنا نطلع خارج باب المستشفى، يعني مجرد ما نطلع صواريخ الاستطلاع تقصف محيط المستشفى، يعني كله خطر، كله يعني وصلنا لمرحلة نشرب من مية الحمام، متخيلة إنه كل الأمراض، يعني ما بنعرف كمية الأمراض اللي حتصيبنا، كمية الجراثيم. أنا على صعيد الشخصي أنا أختي معها 7 أطفال، وأختي مريضة كانسر، كان مفترض إنها تأخذ جرعة الكيماوي وما قدرنا، أختي هلأ تعبانة ونقلناها على مستشفى عشان وضعها الصحي كتير تعبان، يعني إذا ما ماتت من القصف حتموت من ما أخذتش جرعة الكيماوي. يعني كنا تعبنا نفسيا وتعبنا جسديا وارهقنا وذبحنا، يعني اكثر من انه شفنا الموت بعينينا والنار تدخل على اطفالنا والازاز بتكسر فوق روسنا. ايش ضل يتركبوا فينا مجازر تانية؟ يعني احنا الله نجانا ورحمنا وطلعنا من المستشفى، فما بالك الناس الموجوده وين تروح؟ لا لها ماوى ولا لها بيت ولا لها مكان ولا لها مستقر ولا مكان.
وين بدها تروح هاي الناس؟ هاي مصيرها انه قبل ما اطلع كانت الناس تقول احنا بدنا نطلع لما اليهود يجوا يوقفوا عند المستشفى حنوقف نسلم حالنا لهم انه خلص انه استسلمنا للموت، خلص تعالوا قتلونا، لا في منفذ ولا في اكل ولا شرب، ليش نعيش؟ وصلت الحياة انه خلص الناس فقدت الامل باي شيء، كل شيء متعب، كل شيء منهار، كل شيء ضايع، الناس ضاعت، ما في حدا بقول لهم وين انتم، مساعدات قليلة جدا اللي بتدخل عليهم، يعني ايش الباكيت البسكوت بدي طعمي طفل؟ بدها طعمي ام مرضعة؟ بدي طعمي الطفل الرضيع اللي كيف بدي يرضى هذا الطفل الرضيع؟ كانوا النسوة الموجودين في الغرفة يتقاسموا الببرونة حتى يرضعوا الأطفال الموجودين، فالوضع يعني كارثي جدا وصعب جدا وما بنعرف شو اللي جاي، شو مصير الناس اللي موجودة، احنا نجونا وطلعنا بس الناس اللي موجودة هناك ما بنعرف شو مصيرهم. يعني هو هذا السؤال الأهم، الحمد لله على السلامة لحضرتك وللجميع. إذا مشاهدينا، ما مصير من تبقى في داخل مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر؟ هو سؤال كبير جدا، يعني يتعلق به مصير الألاف من المواطنين الذين ما زالوا يتواجدون في هذا المكان الذي يتعرض في كل لحظة في القصف، يعني هو ومحيطه، بالإضافة إلى أنه يعني حتى الآن التهديدات باستهدافه بشكل مباشر لم تتوقف. كل ما جرى هو عبارة عن تحذير، لكن الخطر من أن يتم استهدافه بشكل مباشر خلال الأيام القادمة من هذه الحرب، وهذا ما نتمنى بأن لا يحدث عمليا. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاعها للساعات. نعم، وأوضحت الشركة أن الانقطاع حدث جراء تعرض المسارات الدولية التي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى، وتعد هذه المرة الثانية التي يتعمد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، ما أدى إلى إعاقة الجهود الإغاثية وإسعاف الجرحى والمصابين جراء القصف المستمر على القطاع. قالت وزيرة الصحة الفلسطينية دكتورة مي الكيلة إن حياة 70 مريضا بالسرطان داخل مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة بات مهددا على نحو خطير بعد إعلان خروجه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود فيه بالكامل. نعم، وأضافت الكيلة أن مجمع الشفاء الطبي في القطاع سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاد الوقود، حيث يعمل المستشفى بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي 30% من الاحتياج اللازم. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة. نعم، وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أوضح مدير مستشفيات قطاع غزة الدكتور محمد خليل زقوط أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه. في هذا اليوم حدث ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، ودقينا نقص الخطر منه عدة مرات، وهو نفاذ الوقود عن المستشفى التركي، مما اضطر إلى قطع الكهرباء والماء عن مرافق المستشفى، وهذا يعني خروج المستشفى التركي عن الخدمة. خروج المستشفى التركي عن الخدمة لا يعني أن مرضى السرطان يستطيعون أن يتوجهوا إلى أي مستشفى، بالعكس، خدمة السرطان تحتاج إلى إمكانيات وتجهيزات خاصة، وتحتاج إلى جهاز خاص لتحضير العلاج الكيماوي، وهذا يعني أن هذه الفئة من المرضى الذين يزيد عددهم عن 10,000 مريض في قطاع غزة سيتعرضوا للموت السريع. ونحن بدورنا كوزارة صحة نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف هذه الخدمة وعدم إمداد المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيلها واستهداف هذه المستشفيات بشكل مباشر. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية إنه من المتوقع الإعلان عن استشهاد عدد كبير من المصابين خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء الرئيسي بالمجمع. وحذر أبو سلمية من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم مستشفيات القطاع بسبب انقطاع الكهرباء والمياه. وطالب مدير مجمع الشفاء الطبي المجتمع الدولي بضرورة السماح بدخول إمدادات الوقود إلى القطاع قبل فوات الأوان.
وأدى نفاذ الوقود داخل غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 3 أسابيع إلى بحث سكان القطاع عن وسائل مواصلات بديلة لا تستخدم الوقود. وأعرب سكان غزة عن استيائهم البالغ من تواصل الحصار الإسرائيلي الذي يضيق عليهم الخناق يوما تلو الآخر. عودة للعصور القديمة، هكذا صار الوضع داخل قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع متواصلة من قبل الاحتلال الذي منع عنهم سبل الحياة كافة. نفاد الوقود داخل القطاع دفع سكان غزة إلى اللجوء لعربات تجرها الحيوانات للتنقل اليومي وإرسال المرضى إلى المستشفيات وحتى لنقل الجثامين والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي. سكان خان يونس أوضحوا أن هذه العربات صارت وسيلة النقل الوحيدة لقضاء حاجتهم اليومية في ظل الأزمة الطاحنة التي يمرون بها في الوقت الحالي. هي هو التاكسي الوحيدة لقيت الكارة إن بالنسبة لقطاع غزة، وأنا جوزي مريض كانسر وجيت على ناصر عشان يكتب له رشدة وراح على المشروع يجيب له العلاج تبعه. أكثر من هيك إحنا هاي اللي عايشينه في غزة، إحنا بنتمنى إنها تطلع لنا الدول ترحم أهل غزة من اللي إحنا بنعاني فيه، لا غاز لا مية لا كهرب ولا حاجة إلنا، فيش ولا إشي. صرخات يناجي بها سكان خان يونس للحصول على أبسط متطلبات الحياة العادية في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل الذي يضيق الخناق عليهم يوماً تلو الآخر. أنا المشاوين اللي بتلعن على الطرة، على الطرات حين سيصلنا فيش في السيارات، فيش بنزين، فيش خبز، فيش مية، فيش طحين، فيش ولا حاجة. أزمة نفاد الوقود لم تتوقف عند هذا الحد، بل صارت تلك الوسيلة الوحيدة للمواصلات، وسيلة لنقل الشهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى المستشفيات في ظل عدم قدرة سيارات الإسعافات التي تعمل خارج طاقتها وقدراتها على تحمل المزيد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 16 من جنوده وإصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية خلال توغله البري في قطاع غزة. وبعد قصف الفصائل الفلسطينية مدرعة إسرائيلية أقر الاحتلال بتكبده خسائر وصفها بالمؤلمة في جنوده بين قتيل ومصاب، مشددا على أنه سيؤمن قواته. وذكر أنه أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر الماضي. وأفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن في غزة 240 إسرائيليا محتجزون، مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات. وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات جيش الاحتلال تكبدت خسائر مؤلمة خلال الحرب في قطاع غزة. نعم، أضاف نتنياهو أيضا في بيان أن الحرب الإسرائيلية في غزة ستكون طويلة لكنها ستنتهي بالنصر، وعبر أيضا عن حزنه بسبب الخسائر العسكرية المتزايدة. حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلي بسبب انهيار المنظومة الأمنية، وهو ما حذر محللون ومراقبون من أنه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر انهيار التماسك المجتمعي. نعم، كما انتقلت حالة الغضب من الشارع الإسرائيلي إلى داخل أروقة حكومة وجيش الاحتلال بعدما أثار العدوان على قطاع غزة انقسامات شديدة وخلافا واضحا بين السياسيين والقادة العسكريين. ما زال الإسرائيليون يحاولون الخروج من صدمة 7 أكتوبر وسقوط وهم القوة العسكرية لجيش الاحتلال عندما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. ولسنوات طويلة حاول ساسة وقادة الاحتلال إيهام الإسرائيليين بنظرية الأمن والأمان وامتلاك تل أبيب القدرة التسليحية والنوعية التي تحفظ مكانتها في الشرق الأوسط، إلا أن كل ذلك قد تحطم على صخرة طوفان الأقصى، ما تسبب في شرخ كبير في الداخل الإسرائيلي بعد فقدان الثقة بقدرة الحكومة على حماية مستوطنيها
وتجنيبهم المخاطر. حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلي بسبب انهيار المنظومة الأمنية، وهو ما حذر منه محللون ومراقبون، والذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر انهيار التماسك المجتمعي. كما أن حالة الغضب انتقلت من الشارع إلى داخل أروقة حكومة وجيش الاحتلال، حيث أثار العدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة انقسامات شديدة وخلافاً واضحاً بين السياسيين والعسكريين. إسرائيل أصبحت اليوم مختلفة كلياً عما ذي قبل، حيث تخرج المظاهرات بصورة يومية تطالب باستقالة نتنياهو وحكومته بعد أن فشلوا في حمايتهم وإعادة المختطفين والأسرى من غزة، وهو ما حاول نتنياهو التنصل منه وألقى باللوم على القادة الأمنيين. هنا يطرح واقع الحرب على قطاع غزة العديد من التساؤلات حول مستقبل نتنياهو، حيث من المتوقع أن تشهد إسرائيل بعد هذه الحرب انقسامات كبرى في ظل الدعوات التي تطالب بعقد لجنة تحقيق جديدة لمحاسبة قادة إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر. من واشنطن تنضم إلينا سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. سيدة سابرينا، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني كيف تتابعون العملية البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الآن على الأرض؟ كيف تقيمونها، خاصة وأنه سبق وأن ذكرتم بأنكم تقدمون المشورة إلى الجيش الإسرائيلي؟ شكرا جزيلا على استضافتي اليوم ببرنامجكم الموقر. يمكن أن يتحدث جيش الدفاع الإسرائيلي عن نفسه. القوات العسكرية الأمريكية لا تقدم إلا المشورة والتقييمات فيما يتعلق بعملية إنقاذ وتحرير الرهائن، ولكن هذه العملية البرية خاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي وحده. طيب أنتم أرسلتم حاملتي طائرات جيرال فورد وأيزنهاور إلى شرق المتوسط، كثير من التعزيزات الأمريكية أيضا، وتنوع حديثكم عن أهدافها بالإضافة إلى الجنود الذين تنشروهم الآن في القاعدة المركزية الأمريكية. ما هي الأهداف والاعتبارات الحاكمة لهذه التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط؟ حسنا، كما ذكرتم هناك حاملتين من القوات الأمريكية تنتشران في المنطقة. لدينا الحاملة فورد في شرق المتوسط بالفعل، وأيضا كلا الحاملتين الرغبة الأساسية هو الردع. لا نرغب في التدخل في هذا النزاع، ولا نرغب في توسيع مدى هذا الصراع. نحن نرغب في نهاية هذا الصراع بين إسرائيل وغزة، وبذلك الغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو إرسال رسالة إلى أي دولة أو أي طرف غير فاعل من غير الدول الذي يرغب في توسيعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا ألا يقوم بفعل هذا الأمر. ماذا عن احتمال قيام واشنطن بإرسال قوات برية على الأرض لإسرائيل؟ ما حقيقة هذه الأنباء، خاصة في ظل ما يتوارد من تقارير وحتى على لسان نائب المتحدث باسم أيضا البنتاغون الأمريكي، من أن هناك عشرات من قوات الكوماندوز موجودة على الأرض للمساهمة في ملف المحتجزين؟ نحن بالفعل لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية في إسرائيل التي تساعد في عملية إطلاق سراح الرهائن. الأمر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات الأرضية بأي شكل من الأشكال. الأمر لا يتعلق تماما بالعملية الأرضية التي تشنها إسرائيل. نحن لدينا قوات محدودة في السفارة الأمريكية من القوات الخاصة التي تقدم المشورة وتقييم الموقف برمته والمساعدة في تحرير الرهائن واستعادتهم إلى بلادهم.
كيف تتعاملون مع التقارير الأممية التي تتحدث عن كثير من الأوضاع الإنسانية الصعبة؟ هذه المجازر التي تصفها التقارير بأنها تجاوزت كل مقاييس الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي الذي بات يهدد حياة القطاع بأكمله، وحديث أيضا كثير من المسؤولين الصحيين عن أن هناك أسلحة ربما لأول مرة يشاهدون مثل هذه الآثار جراء استخدام هذه الأسلحة، ويتهمون واشنطن بأنها زودت القوات الاحتلال بأسلحة تزيد من الضرر على حياة الفلسطينيين. لقد أكدنا تماما خلال محادثاتنا مع الطرف الإسرائيلي أنه بالطبع إن حماية الأبرياء والمدنيين ومن الفلسطينيين والأمريكيين أيضا والأبرياء من أي طرف من الأطراف في غزة هو أولوية كبيرة، ولابد من حماية أرواحهم، وقد كنا واضحين تماما في هذا الشأن، ونحن على قناعة كبيرة أن أي نزاع وأي في هذا أسرى في أي ديمقراطية سوف يتسبب في خسارة الأرواح والكثير من الدمار، ونحن نعلم تماما وأكدنا على موقفنا صراحة وأيضا على مستوى الشخصي في الحديث مع الطرف الإسرائيلي بشأن أهمية هذه الاعتبارات من أجل الحفاظ وحماية المدنيين والأبرياء في غزة. وما الذي تتلقونه من ردود من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق؟ يعني هل لديكم في إطار هذه الاعتبارات أي سلطة في مسألة تحديد أنواع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل على الأرض؟ حسنا، يمكن أن يتحدث جيش الدفاع الإسرائيلي عن عملياته البرية وبشأن الأسلحة وطرازاتها، لا يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر. ما يمكن أن أخبركم به أن خلال الأيام القادمة وعلى شكل دائم يتواصل وزير الدفاع بوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن أي عمليات أرضية من أجل ضمان عدم الإضرار بالمدنيين من خلال تطبيق قانون الحرب وحماية الأبرياء من المدنيين في غزة. تتحسبون من تفجر الأوضاع في المنطقة ودخول أطراف إقليمية على خط القتال مع إسرائيل، ولهذا تعيدون التموضع مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، كيف تناقشون هذا الملف مع الجانب الإسرائيلي؟ مرة أخرى أوضح لكم تماما، نحن لا نسعى إلى توسيعة هذا النزاع ولا نرغب في رؤيته يزداد ويتمدد بشكل أكبر. نحن نحاول تأكيد وتعزيز السلم والأمن في المنطقة من خلال وضع حماية القوات ومن أجل ضمان أن هناك قوة رادع كبيرة في المنطقة، وبذلك يتم ردع أي دولة أو أطراف من غير الدول ألا تتورط في هذا الصراع. نحن لا نرغب في أن نرى المزيد من هذا النزاع الذي يخرج خارج إسرائيل. وما السيناريوهات المطروحة لديكم لو اتسع الصراع بالفعل ودخلت أطراف أخرى على خط النار؟ لا يمكن أن أعطي بعض الفرضيات، ولكن الوقت الراهن النزاع مستمر بين إسرائيل وباقي الطرف الآخر، وسوف نترك هذا الأمر. طب الشرق الأوسط هي منطقة بالأساس تسودها توترات وأزمات كبرى، إلى أي درجة ترون أن ما يجري في غزة هذه الحرب المستعرة الشاملة التي تشنها إسرائيل على غزة برا وبحرا وجوا سوف تؤثر على وضع هذه الأزمات في المنطقة؟ مرة أخرى لا يمكن أن أتحدث عن فرضيات نظرية، ولكن هنا في الولايات المتحدة المؤسسة العسكرية تركز بشكل كبير على ضمان أن قواتنا في المنطقة، حيث لدينا الكثير من الجنود في العراق وسوريا وغيرها من المناطق في المنطقة، ونحن نرغب في ضمان حمايتهم وسلمهم وأمنهم. لا نسعى إلى مزيد من التوتر في المنطقة ولا نسعى إلى توسعة الصراع خارج إسرائيل، فبالتالي نحن نحاول تمديد الحماية في المنطقة، بالتالي قمنا بتقديم الطائرات F-16 وقدوم الكثير من المنصات، والأمر مصمم من أجل الردع فقط، من أجل أن نقول رسالة إلى كثير من الدول أو الأطراف من غير الدول ألا تتدخل في هذا الصراع.
هناك مطالب دولية أيضا متزايدة بضرورة إقرار هدنة إنسانية في غزة حقنا للدماء ووقف آلة الموت من حصد مزيد من الأرواح. كيف ينظر البنتاغون إلى هذه القرارات؟ الخارجية الأمريكية صحيح قالت إنه لا وقف القتال، هل يتوافق هذا أيضا مع موقف البنتاغون؟ ومتى يمكن أن يطالب إسرائيل أو يذهب بالفعل إلى المطالبة بهدنة إنسانية؟ كما تعلمون مرة أخرى، هذا الأمر يعتبر أن يتم تناوله في المنطقة بنفسها، لا يمكن أن أتحدث نيابة عنهم. هذا الحديث لا يمكنني أن أتناوله، الحكومة الإسرائيلية هي من تملك القرار، وحماس أيضا تملك قرارها. ولابد أن نتذكر أن حماس قامت بشن هجمة إرهابية في 7 أكتوبر والتي تسبب في كثير من القتل من الأبرياء، وبالتالي إسرائيل تتجاوب مع هذه المعطيات ولديها القرار. الحكومة الإسرائيلية وحماس هم من يقررون شكل الصراع وما هو المسار القادم. لا يمكن أتحدث إلا بنيابة عن الولايات المتحدة وما نفعله في المنطقة، وبالطبع هذا الأمر يتعلق بالدعم وحماية القوات الأمريكية في المنطقة حاليا، وليس في إسرائيل ولكن في المنطقة بشكل عام في الشرق الأوسط، وبالطبع من أجل ردع أي طرف آخر يسعى إلى توسيعة نطاق هذا الصراع أو الاستفادة منه. طيب، هناك ضغط أيضا داخل المجتمع الأمريكي، بعض من فئاته، وشاهدنا ما حدث في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ بالأمس من نشطاء يطالبون بوقف هذه الحرب وأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل في هذه الحرب. كيف تتعاطون، حتى لو لديكم حسابات عسكرية في شأن هذا الدعم، كيف تتعاطون مع هذه الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي الأمريكية؟ عفوا، نحن نتفهم تماما هذه الدعوات وهذه الأصوات من وجهة النظر الأمريكية وكذلك من كثير من الأطراف. مرة أخرى، لا يمكنني التحدث إلا عن دورنا الجاري مرة أخرى، بالطبع من أجل ضمان أن قواتنا في المنطقة الشرق الأوسط لها الحماية اللازمة، وأن هذا الصراع يتم احتوائه فقط في إسرائيل. لا نرغب في أن نرى أن يتسع مدى هذا الصراع، أن يتمدد خارج إسرائيل ويؤدي إلى مزيد من الدمار وتقويض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. بالتالي نحن نركز على أن نضمن احتواء هذا الصراع داخل إسرائيل فقط. وكيف ترون مستقبل هذه الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة؟ يعني برأيكم، ما الذي يمكن أن يضع حدا لهذا أو لهذه المأساة الإنسانية أيضا، ليس فقط في حصد الأرواح لكن في أوضاع كارثية يعيشها بات فيها الفلسطينيون مهددون بشكل كبير، حتى من لم يمجو من الموت هو الآن معرض لأن يموت جوعا أو عطشا أو حتى مريضا ولا يتلقى العلاج. إن الحكومة لدينا تستمر في التعاون من أجل فتح المسارات الإنسانية، من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وكما رأيت خلال الأسبوع الماضي بعض المساعدات قد وصلت عبر الحدود خلال معبر رفح، وكان هناك تدفقات من المساعدات إلى غزة. نرغب في استمرار هذا الأمر، ونحن نرغب أيضا في أن نضمن أن الأبرياء لا يخسرون أرواحهم في هذا النزاع، وهذا يأتي خلال اللقاءات والمحادثات التي يتناولها وزير الدفاع الأمريكي مع كثير من الأطراف، من أن تتبع إسرائيل قانون الحرب والتصرفات الإنسانية والممارسات الإنسانية السليمة في وقت النزاعات. ولكن لابد أن نتذكر أن حماس هي لديها مراكز للقيادة والسيطرة والضمنة وفي وسط المدنيين، وهم يضعون حياة المدنيين في الخطر ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية. نحن نفعل كل ما بإمكاننا من أجل أن نضمن حماية أرواح الأبرياء وعدم الإضرار بالمدنيين والأبرياء من خلال توفير المسارات الآمنة للوصول إلى المساعدات الإنسانية، وسوف نستمر في أن نستمع من الحكومة الأمريكية هنا من خلال الكثير من الحديث والحوار مع إسرائيل من أجل التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقانون الحرب. شكرا جزيلا من واشنطن للسيدة سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بعبور 361 من الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلى مصر
عبر منفذ رفح. كان معبر رفح قد استقبل عددا من الحافلات التي تقل حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى المعبر. وأفاد مراسلنا بأنه جرى إنهاء إجراءات حاملي الجنسيات المزدوجة قبل دخولهم إلى مصر عبر المعبر الحدودي. وللمزيد من التفاصيل في الرسالة التالية لمراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح. يعني ما زلنا في متابعة مستمرة من داخل منفذ رفح البري، ونحن الآن في صالة الوصول لإنهاء إجراءات دخول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية الذين وصلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية. وهنا في هذا المكان الآن الذي أصبح يكتظ بجنسيات كثيرة، هناك الآن إنهاء لكافة الإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى الأراضي المصرية. يعني ربما الصورة من كل هذه الزوايا تعكس حجم المتواجدون هنا في هذه الصالة، صالة الوصول الخاصة بمنفذ رفح البري. والآن هي الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية، وهي إجراءات متعارف عليها فيما تظهر جنسيات عديدة لمختلف الدول التي عملت الدولة المصرية بالتنسيق مع سفارتها وقنصلياتها على عودتهم مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية وتحديدا من قطاع غزة. إذن ملف جديد يضاف إلى الجهود التي تبذلها مصر من أجل الترتيبات والتنسيقات الخاصة مع دول العالم كافة في محاولة إنهاء الأزمة داخل قطاع غزة. الآن الأعداد الموجودة هنا في هذا المكان هي الدفعة الأولى التي وصلت خلال الساعات الأخيرة، هم الآن يقوموا بإنهاء كافة إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية. وربما الصورة هي التي تعبر عن مجموعة من أطباء بلا حدود الذين يتبعون لهذه المنظمة ويقومون الآن بإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية. هناك منظمات إغاثية كثيرة تعمل داخل قطاع غزة، وهي وصلت بالفعل إلى الأراضي المصرية حاليا داخل هذا المنفذ الهام والمتنفس الوحيد لقطاع غزة، وكلها إجراءات قامت بها مصر بالتنسيق والتعاون مع دول العالم المختلفة لإنهاء كافة المصالح الخاصة بالدول الأجنبية ورعاية الدول الأجنبية الذين تواجدوا داخل قطاع غزة منذ بداية الأزمة. وفي ظل القصف المتواصل على قطاع غزة كان هناك تلبية للنداءات التي طالبت بها دول عدة لمصر بأن تنهي إجراءات خروج هؤلاء الرعاية من قطاع غزة ودخولهم إلى الأراضي المصرية وبعد ذلك التوجه إلى وجهتهم الأصلية. إذا ما تحدثنا عن المشهد هنا في هذه المنطقة فهذه هي الإجراءات النهائية، وهذا هو هذا هو الشباك الخاص بإنهاء كافة إجراءات دخول مزدوجي الجنسية والرعاية الدول الأجنبية إلى القطر المصري، وهم الآن في طريقهم نحو الانتهاء من هذه المرحلة. نتحدث عن أعداد كبيرة و جنسيات مختلفة وصلت إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري، وهي الآن تستعد للانطلاق إلى وجهتها الأصلية. من منفذ رفح البري مصطفى عبد الفتاح، هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، ونذكركم بأهم ما عرضنا. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا وأكثر من 22,000 مصاب. الاحتلال يعلن مقتل 16 جندياً في شمال غزة، ونتنياهو يقر بتكبد جيشه خسائر كبيرة خلال العملية البرية الأخيرة في القطاع. وصول الدفعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح، ومستشفى العريش يبدأ في استقبال الجرحى الفلسطينيين. ولمزيد من المتابعة بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على التردد الظاهر أمامكم. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.